لا ما راح اقبل. تفضل تفضل. انا في لبنان عم بيهيلني واحد خلص. من اهل من اهل البدو. رديت عليه. بتعرف شو شغله شرب الوهبه؟ هي شغلك انك تتبع مصالح لبنان مع دول الخارج الخليج وغير الخليج. والله ما بعرف خربتوا لنا بيتنا بلبنان وبدكم تخربوا لنا بيوتنا كمان بالخارج. ما سمعنا صوتك يعني عم الدين وعم تقول يجب محاسبة من أرسل كابتكن والمخدرات على المملكة العربية السعودية. أنت فكرت بالعلاقات اللبنانية السعودية والعلاقات اللبنانية العربية؟ فكرت ب 300 ألف لبناني بيشتغلوا بالسعودية وقدم بالإمارات وقدم بسائر دول الخليج؟ قد تشرفت صباح اليوم بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. قدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية والمغتربين.